اليوم صيام ما يمدي يوم بكره اليوم خميس. طيب ختاما عندنا اليوم 300 نقطة، عند كل واحد فيكم 50 وعندي 100. بتعطيها مين ال 50؟ أول 50 ما أعطيتها؟ أول 50 أعطيتها الرقم 10. إيه واليوم؟ اليوم أعطيها الشبح. أسحبها من الرقم 10. تعطيها الشبح؟ أعطيها الشبح اليوم. عشان تنقذه من البرايم؟ عشان أنقذه، لأن عنده مخالفات كثيرة، فيعني لعله الأسبوع القادم. رأفة ورحمة. إيه لعل الأسبوع، شوف الأسبوع اللي قبل تعذر بالمستشفى، الاسبوع ذا اخطائه كثيره، انا بعطيه فرصه للاسبوع اللي بعده. تفضل عادل. انا ال 50 الاولى عندي 100 الاسبوع هذا، صح؟ ال 50 الاولى اعطيتها وليد البحيح. ال 50 الثانيه انا حبيت الامانه، يعني نوعا ما امبراطوريه نايف فيها بوادر ان شاء الله، بس انتظر دخوليتها، فاعطيها نايف الرفيدي. نايف الرفيدي. عندي 100 بس بسمع من الشباب، بخاف يعطون واحد انا بعطيه. تعطي 50 لمين؟ هو خذ 50. ها؟ خذ اللي عادي يعطيه. لا لا لا، مين عادي تقدر تعطيه؟ خذ لا ما بعطيه. ما في فرفيدي؟ لا 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 ما بعطيه، انا ما بعطيه. انا والله ما بعطيه. لا بعطي ال 50 اللي عندي فيصل طلال. والله يستاهل. انا ما اعطيه فيصل طلال. خلاص عطف سوي غير سوي، بس انا ما بعطيه. انا بعطيه قبل. انا كنت بعطيه والله رضاوه. والله والله حنيت عليه 5 الفجر. من هم؟ ما في فرفيدي كذا رقد ضعيف قصير. تفضل. اهني سالم على طيبه قلبه، شوف في النهايه اعطاها عامر، مع ان عامر كان يعني، لكن هذا يدل على طيبة قلبك. انا اعطيها لعبد الله بدعاء لاكل اللي عبد الله البقمي. يستاهل عبد الله البقمي، يستحق عبد الله البقمي. وال100 اللي موجوده عندي 50 لسيف الزعبي على هذا الاداء اللي ابهرنا فيه. ال50 الثانيه دعاء لك للاسف في انا بعطيك عطني اسم فيصل طلال. فيصل طلال اعطيته وقلت اتمنى انه تكون الله يقطع ام الحسد. لا 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 لا، انت اعطيته 50 يا سيف الزعبي. انا اعطيته 50 دقيقه. انا قلت اتمنى انه يكون في اداء ويظهر بشكل افضل. تونا الحين اول اسبوع، الاسبوع الجاي ان شاء الله واضح انه. طب انت دفع 50 قلت فيصل بن طلال. ال 50 اللي ما يخلوني اقترح من اعطيها الباقيه. انا اقول سيف الزعبي. انا اعطيت سيف، باقي 50 ثانيه. باقي ضاري. ضاري غايب. يقول لك ابغى شعار يرد له. اعطى سامي العودي. أقول لك من؟ أنا أقول يستاهل معاد على تقديمه اليوم.